بسم الله. في الدرس ده بنتعرف على دالة أو function في منتهى الأهمية. function اللي بتعد الأشياء. عندي قائمة زي ما واضح عندي حاليا، كم طالب عندي في موجود في القائمة؟ طبعا هتقولي دي سهلة لأن انت حاطط أرقام جنبيك 1 2 3 4 5 6، إنما لو كنتش الأرقام دي وعرف إنها 29 ممكن أعدهم إزاي عدد الطلبة؟ فرد كانوا بالألاف أعدهم إزاي؟ count، count A، count F، count blank، كل دول بيعدولي، لكن كل واحدة بتعد حاجة. تعالوا نشوف. قالك الكاونت دي بتعد عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام. نقول تاني، count لوحدها بتعمل ايه؟ بتعد الخلايا اللي فيها أرقام. بمعنى ان انا وجيت عايز اعد الخلايا دول، نعم في خلايا فيها أرقام، نعم، وفي خلايا ما فيهاش أرقام. زي شخص مثلا ده جه الراجل وبدل ما يديله رقم قال لك لا ده حاصل على درجة A، A زي المدارس الأجنبية بتاعهم، ده حاصل على B، وواحد تالت حاصل على C أو A تاني. فإذا هنا لو count هيعد لك الخلايا دول التي إيه؟ التي تحتوي على أرقام بس. طب الحروف؟ لا 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 لا. طب مثلا زي A1 A2 A3؟ لا برضو. طب زي أكبر من أصغر من؟ قلنا لا، دولار ساين أي علامات مش هيعدها لك. الكاونت بيعد حاجة واحدة، أرقام أو تاريخ. تقول لي ليه تاريخ؟ أقول لك التاريخ هو الإكس اللي بيتعامل معاه أكنه رقم، فالتاريخ حتى إيه بيعده لك الكاونت، يبقى بيعد إيه؟ رقم أو تاريخ. تعال نشوف، تعال نشوف هنا كم واحد. لما نيجي نشوف المجردة، عين المجردة دول قلنا دول 29 منهم 1 2 3، نعم، ونشيل واحد كمان نعمله ديليت كده عشان يكون في واحد فيهم فاضي خالص مش مكتوب فيه حاجة. الكاونت ايه؟ هيعد حاجتين، ها هيعد الأرقام والتاريخ. طب يعد لي الفاضي؟ لا ما يعدش الفاضي. امال يعد ايه يا اخي؟ قلنا الأرقام وبس. طب تعالوا نشوف نعملها ازاي. هنروح لإدراج، نيجي في المكان اللي احنا عايزينه اهو، هنكتب هنا عدد العدد، انا هكتبها عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام. وتقول لي معناها ايه؟ اقول لك يا سيدي ما يعني دلوقتي الخلايا التي الناس اللي امتحنوا هم دول ايه؟ الخلايا التي تحتوي على أرقام، والتانيين ما جوش يا اخي، ابسنت تكون. فالخلايا التي تحتوي على أرقام ربما لها معنى هنا هو إن إيه؟ الناس اللي نجحوا أو الناس اللي تصححت درجتهم. ربما أجيبها إزاي؟ إدراج، نعم، دالة، نعم، count أدور أكتب C، أيوة C-O-U-N-T، وأعمل إنتر. أهو والله count موجودة أهي، أقول له موافق، نعم، هيطلع لي يقول لي عايز تعد إيه؟ الرينج بتاعك منين لفين؟ أقول له عايز أعد درجات المقدمة بس. آه طب دول 25 واحد. تقول له ما أنا عارف إنه 25، نعم، فعدلي عدد الخلايا اللي فيها أرقام بس طلعت 25. ليه؟ هم 29 كلهم، في واحد اتكتب فيه A، واحد اتكتب فيه B، واحد اتكتب فيه A، واحد إيه؟ فاضي بالمرة. طب يا باشا افرض أنا عايز أعد مع احترام يعني اي رقم، سواء رقم سواء حرف سواء علامة سواء اي شيء، بس المهم يحتوي على اي شيء، بنستخدم count A. اذا حبيت تعد الخلايا التي تحتوي على اي شيء نستخدم count A. ماشي، تعالوا نجربها. نعم، ادراك، نعم، ثم دالة، نعم، ثم count A موجودة قدامنا. ولو مش موجودة زي ما احنا تعلمنا قبل كده هنروح كاتبين هنا count A ونضرب، نقول له موافق، هتظهر لنا، نقول له موافق، ونقول له نفس الشيء، عد لي الخلايا الرينج بتاعك المقدمة برضو نعايزها. نعم، بعدين عايز الكل، نعم،
طلع 28. ليه 28؟ ما انت قلت لي بيعد لك الخلايا كلها الا احنا قلنا هنا كاونت ايه الخلايا التي تحتوي على اي شيء، المهم ما تكونش فاضيه. فعندك اكيد واحده فاضيه اللي هي دي ان فاضيه. نعم. طب اذا كنا عايزين نعد الخلايا الفاضيه بقى بالمره ببساطه، عدد الخلايا التي لا تحتوي على اي شيء فاضيه، يعني هنيجي هنا نقول له ادراج ثم داله ثم كاونت بلانك. ادي كاونت بلانك، نقول له جيبها لنا. ادي كاونت بلانك، ها يقول لك حدد الرينج اللي انت عايز تعد فيه، برضه نفس الشيء الرينج بتاع الدرجات المقدمه. ايوه. ونقول له موافق، قال لك انت عندك واحد فاضي فقط. فزي ما انتم شايفين انه الكاونت، تعالوا معلش دي نجيبها تحت كده او ننقل نشيلها من هنا عشان نبقى منظمين. هنا هتبقى كاونت، هيبقى ادراج عشان نركز عشان نحطها، يبقى كل واحده قصاد الثانيه داله. ونقول له اه كاونت لو سمحت في اخر الدوال، وعد لي ايه زي ما احنا قلنا الدرجات المقدمه. خلاص بس كده. ونقول له موافق بهنا عشان نقول نستخدم كاونت في حالة عايز تعد الخلايا التي تحتوي على أرقام أو تواريخ. استخدم كاونت إيه في حالة إن أنت عايز تعد الخلايا التي تحتوي على أي شيء، بس المهم تحتوي على شيء. آخر واحدة اللي هي كاونت بلانك، الخلايا التي فارغة لا تحتوي على أي شيء. يبقى إذا عندنا عد بقى بشرط، معناها عد بشرط، عد لي بشرط، عد لي الناجحين، عد لي الراسبين، عد لي طب إيه المشكلة؟ يعني هنا عايز اقول له عد لي اللي جابوا 75% فما فوق، لان هم دول الناجحين عندي. يا سلام، ادي اهو. اجي عندها برضه واقول له لو سمحت ادراج داله، ونقول له كاونت اف، ونقول له موافق. ها عايز تعد ايه؟ عايز تعد الناس اللي هم في المقدمه. طب الشرط بتاعك ايه؟ الشرط بتاعي ان يكون جايب اللي جايب في المقدمه اكبر من، ايوه، او يساوي، لان في حاله يساوي 75 هيبقى برضه ناجح. نعم، قول له موافق. نعم. عدد الناجحين كان في المقدمة 9 أشخاص. نعم. يعني تصوروا إن أنا البي ده قلت لا ده الراجل ده جاب 80%. قبل ما نعمل إنتر، شايفين تحت كاونت إف الناجحين إيه؟ 9. لو عملت إنتر هيبقوا كام؟ هيبقوا 10. ليه؟ لأن واحد جديد جه أو رقم جديد حط اللي هو جاب فوق الـ 75%. الكلام ده ممكن يتعمل كمان على الراسبين والناجحين. نعم. يعني تعالى هنا كاونت اف نقول عدد الناجحين. في كاونت اف هنقول ايه؟ عدد الناجحين. ادي عدد الناجحين. اوكي؟ نعم. فبشكل بسيط جدا هقول له برضو ادراج. نعم. ودالة. نعم. فانكشن يعني. وكاونت اف هي اخر واحده استعملناها، وعدلي ايه اللي موجودين في شريط الحاله بتاعتنا في الحاله، اسف، والكرايتيريا بتاعتي او الشرط ان يكون الراجل ده ناجح، يبقى نكتب ناجح. ونقول له موافق. عدد الناجحين كام؟ 7. عايزين عدد الراسبين يا سيدي. ادي اهو عدد، نكتب بالعربي عدد الراسبين. عدد الراسبين كام؟ برضو نفس الشيء، ادراج ثم دالة ثم كاونت اف ثم برضو نفس الشيء، ناخد الحالة ونقوله بحيث ان يكون الكرايتيريا راسب، ونقول له موافق. 18 واحد. طب في واحد كمان الرأفة، درجات الرأفة، مستحق الرأفة، يبقى ايه مستحقي اللي هم الناس اللي مستحق الرأفة كم واحد؟ عشان دول ان شاء الله هينجحوا برضو، جايبين 74 و73، نعديهم ادراج ونقول له ده لا، ونقول له برضو كاونت اف، ونقول له موافق، ونقول له نفس الكلام في النطاق بتاعنا
نطاق اللي هو حالة الطلبة ناجحين ولا غاسبين، ونكتب هنا ايه رأفة ونعمل انتر ونشوف الناس مستحقة رأفة تروح 4. يبقى اذا 7 و18 يبقى ادي 25 و4 29 هم عدد الطلبة الاجمالي. يبقى اذا conclusion او الاخير، ها، ان لو حبيت تجمع حاجة في نطاق معين بنستخدم count اذا كنا عايزين نعد ارقام او تواريخ. بنستخدم count ايه اذا كنا عايزين نعد اي خالية تحتوي على اي شيء، المهم تحتوي على شيء، الشيء ده كان اي حاجة بقى، رمز، كان حرف، كان فاضي اللي هو الفاضي اللي هو space bar يعني مساحة فاضية يعدها لك. انما لو كانت بقى لا تحتويش على اي حاجة اي حاجة، هنا هي count blank اللي يعد لك الفاضي فقط. لو عايز تعد بشرط راجل ناجح او راسب او اكبر من او اصغر من ايه، تهد بالايه بالcount if. اخر نقطة ان احنا لو عايزين نعد مش ضروري يا جماعة نعد بالطول كأعمدة او بالعرض كصفوف، ولكن ممكن نعد المساحة اللي احنا النطاق اللي احنا عايزينه. لو انا عايز اعد عدد الامتحانات اللي تمت للطلبة، يعني عايز اعد النطاق ده، فببساطة برضو بقول له ادراج، ها، ودالة، ها، عايز اعد الامتحانات اللي تمت، يعني ايه اللي فيها زي اللي ما دخلش فيها رقم ما يتحسبش، يبقى كاونت، يبقى اللي عدد الخلايا اللي تحتوي على ارقام في اي نطاق، في النطاق اللي انا قلنا عليه اللي هو النطاق من المقدمة حاد الانترنت لكل الطلبة، وقول له موافق اداني كام، 200 امتحان تم. طبعا عشان في هنا A و B، لو حطيت في A و B رقم زي مثلا رقم 78 87 وعملت انتر هتلاقيها 201، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.